السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤال بس كده. اتفضل. دلوقتي أنا عايز أسأل، لو في عندنا مدرس بيدي دروس، دلوقتي لو كان حد غاب حصة، ودروس خصوصية يعني، لو حد غاب حصة بيخيره ما بين كذا اختيار، يقول له يعني يا إما يجيب عذر من والده، يا إما يتضرب، يا إما اختيار ثالث بقى إنه يدفع فلوس. هل ينفع فلوس؟ كل هذه الاختيارات غلط. كل هذه فقط يأتي بعذر من والده حتى لا يكون الولد يهرب من والده فقط، يعني من باب أين تغيبت يا بني؟ قال أنا كنت مريض. طيب ممكن والدك يكلمني من أجل المحافظة على الولد نفسه. أما الضرب هذا رجل لا يضربه، لا يجوز له أن يضربه. وأما دفع الفلوس فهو أصلا يأخذها بوجه غير وجه حق، لأنه أصلا يتقاضى أموالا على الدروس. تمام. السلام عليكم.